كيف يستقبل المرء فقدان، فلبس كبد وبكر وكل شيء في حياتي بعد أن فقدت بعضا من أسرتي، زوجتي وابني محمود وشام آدم. كيف يستقبل العالم؟ يجب أن يرى بعينين وليست بعين إسرائيلية. يجب أن يستمع ويرى كل ما يحل بهذا الشعب الفلسطيني. ماذا فعل لهم حمزة؟ وماذا فعلت لهم أسرتي؟ ماذا فعل لهم المدنيون الآمنون في قطاع غزة؟ لم يفعلوا شيء، لكن العالم يتعامى عما يحدث في قطاع غزة. هذا هو قدرنا، وهذا هو خيارنا، وهذه هي حياتنا على هذه الأرض وفي هذه الدنيا الفانية، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو خيارنا قبل حمزة وبعد حمزة، ماضون مستمرون، ما بقي فينا عرق ينبض، وما دمنا على وجه هذه الدنيا الفانية.